حاج عجمي. ايوه حاج عجمي. ايوه في ايه؟ ست هلاله. ايه هلاله؟ هاتها واقفه بره. هاتها روح تعالي يا هلاله تعالي. ايه النور ده؟ تعالي لهنا ليلي. اقعد اقعد يا هلاله اقعد. ده ايه النور ده؟ حلي. ايوه حاج. روح هات بن من عند حراز ابو هند من اخر البلد. ما عندنا لسه بن جديد يا حاج. اكيد موسخ. انا عايز بن طازه. روح يا حاج طازه. حاضر. روح. اهلا يا هلاله. ايه ايه اللي حنن قلبك علي؟ عمره ما جسي عليك. ايه اللي جابك عندي؟ منظرة الكبير للكل. كل اللي عنده حاجه او عنده شكوى يجي عندك. وإيه شكوتك؟ جاي أشتكيك. لمين؟ ليك. تيجي كيف دي؟ جاي أشكي العجمي اللي أحبه واخترته بقلبي واتطلقت منه برضاي. للعجمي اللي بيحكم على الكل. وأنا بيدي أبوي إيه معاه؟ تتصرف. تعجله. تبعده. تضربه. تحبسه. انت ليك الامر. مقدرش. يبقى ما تنفعش تبقى الكبير. الكبير يحكم على الكل. يحكم على قلبي كيف يا هلال؟ انا يا مرة قدرت. انت يا راجل ما تقدرش. لا دي ما قدرتيش. لا قدرت. طب ايه اللي جابك عندي؟ قلت عندي شكوى. لا دي تمحيك يا هلال. أنا وحشتك عشان كده جيت تشوفيني. حصل. جيت أشكي الراجل اللي عايش غلني للراجل صاحب البلد. ما بكيتش بلد هلالة. اتقسمت نصين. حسيت إنك زعلان ومكسور. وهو ده اللي جابني. عارف. ما هنتش عليا وخفت عليك. أنا اللي اتقسمت يا هلالة. أنا اللي اتقسمت. بعد الشر. طول ما أنت ظهرك متجام وشديد إحنا في خير. كله مر يا هلالة. كله مر. لو رضيت وسكت مر. لو قمت وتربكتها وجبت عليها وطيها وسويتها بالتراب ناس كتير حتموت. وهيبقى المر أمر في حلقي. انت اديتهم مهلة. حصل؟ اه حصل. خلاص بعد المهلة يكش ما يفضل منهم حد. يا ابوي عليك شديد انت. هو الحكم كده. مفيش اصعب من ان البلد تنقسم. هو ده المرار الناجع. ايوه. تلات انفار فيهم الخير احسن من بلد مكسومة يا ابوي. تجل قلبك. رجعوا بالأدب. حطهم فوق راسك. اتملعنوا. امسح بيهم الأرض وحطهم تحت مداسك. يكش ما يفضل منهم نفر.